تعالوا شوفوا يا أصدقائي هالموقع الرائع اللي أنا بعتبره من أجمل المواقع اللي حقيقة راح أقدمها هاي الفترة. هذا الموقع اسمه Oil in Car، بكل بساطة بيعطيك شو نوع الزيت المناسب لسيارتك، ومعطيك هون يا سيدي العزيز الكاتيجوريز للسيارات، أو أنت تعال هون اختار مباشرة سيارتك. فمثلا أنا راح أجي أخذ الهونداي، راح أجي أخذ التوسن، نشوف هيها، وهي ما بين ال 15 وال 17 16 مثلا. كبست جاب لي تايب اوف انجن اويل فور هونداي توسن اللي هي الجيل الثالث اتوقع 2015، بعد التفاصيل عن السياره اول سيزون وينتر سمر الى اخره، شو نوع الزيت و و و واخر شيء التايب ريكومندد براند كاسترول موبيل فاليو كرافت اند سو اون. وبالنسبه لو كانت من 2016 معطيك برضو الشيء المناسب، ولل 2017 الشيل والكاسر والموبيل الى اخره. والله جبار، عجبني هذا الموقع يا جماعه، تحياتي.